السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغنيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عمن سواك. قبل ما نبدأ الروتين بتاعنا النهاردة، انا حابة يعني ارد على تعليق جاني ان عايزين نربي البط المسكوفي لحد ما يبيض. هو طبعا زيه زي اي حاجة بنربيها ليه عمر معين وهيبيض، لكن المشكلة طب يا ترى بعد ما يبيض هنعمل ايه؟ البط المسكوفي مش بيرقد على البيض بتاعه، يعني الاناتي مش بترقد عليه. يعني انت هتربي حاجة مش هتستفيدي منها، ممكن هتذبحي منه لانه بيحقق وزن عالي جدا، وزن مثالي، وطعم اللحم بتاعه يعني نمرة اتنين بعد البلدي، فهو حلو جدا كتربية، انما مش هتقدري تنتجي منه. طب نعمل ايه؟ يبقى تجيبي نتاية بلدي مع دكر مسكوفي، هيديك انتاج مسكوفي خليط، هيدي يعني انتاج كويس جدا زي كل اللي عندي على السطح هنا. انا بدأت بقناتي بلدي والدكر مسكوفي، فما شاء الله زي ما احنا شايفين كده الانتاج بتاعه بيكون حلو جدا. بس فلو انت حضرتك حابة انك انت هتربيه بس كده خلاص ماشي، مفيش مشكلة، لكن طبعا اكيد في النهاية كلنا بنربي حاجة علشان نستفيد منها في الاخر. فاذا ما كنتش انا بربي البط علشان يروض، طب هربيه ليه؟ فانصح حضرتك تجيب انتاية بلدي مع دكر مسكوفي، وان شاء الله ربنا يكرم حضرتك فيه. وباذن الله انا ان شاء الله انا عندي الاناتي بتاعتي رقده، فان شاء الله اول ما يطلعوا البيض يعني يطلع، هنبدا مع بعض دوره ازاي ان احنا نعتني بالبط من اول يوم لحد ان شاء الله لما يكبر معانا وبيبيض، وهو بيبقى نفس يعني نفس المرحله ونفس الخطوات مع اي حاجه، مع اي بط، مع اي فراخ، مع اي كتاكيت. فان شاء الله حضرتك تتابعي معانا، واتمنى ان انا اكون فدت حضرتك، ومتشكره جدا ليكي. ونكمل مع بعض بقيه الروتين بتاعنا. ادي حبايبي النتايه، الدكر مصدق لما فتحت لهم جه يقعد هنا على طول. تعالوا كده شوفوا الصغننين. ما تخافش يا سيدي، ما تخافش، انا مش هاجي جنبك. بصوا ما شاء الله هم كانوا بينزلوا من الزلعه، شايفين ما شاء الله فتحوا ازاي، ما شاء الله، اللهم بارك. وادي حبايبي الكتاكيت، لو انتوا فاكرين اللي هو طلع الاولاني، على فكره الاولاني خرج اصلا من القطعيه، وده الكتكوت اللي طالع امبارح، يعني حاسه ضعيف وبينهج بينهج. دول الاربعه اللي طالعين من تحت البطايه، والتاني الاولاني اللي طلع من تحت الحمام خرج من القطعيه بيلعب. طبعا الكتكوت الصغير دوت كان معايا تحت، ما كانش هنا طول اليوم، لان طبعا الجو بقى برد عليه، انا قلت يطلع دلوقتي يقعد مع اخواته ويتشمس معاهم شويه. بس ادي حبايب البيض النهارده اهو، بيضتين ما شاء الله لا قوه الا بالله، حلوين حجمهم كويس، يعني دول مش هنزلهم، دول هسيبهم للبط اللي هو هيرقد ان شاء الله، خليهم بس هنا عشان ما يوقعوش ولا حاجه. وبكده حبايبي تكون انتهت جولتنا على السطح، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.